يا صباح الفل والياسمين على كل اخوتنا حبايبنا في كل مكان، احلى 100 مليون مسا عليكم وعلى كل متابعينا، احلى متابعين في الدنيا. يا صباح الفل عليكم، احلى 100 مليون مسا عليكم. النهارده وحشتوني، كل عام وانتم بخير. بقالنا كتير ما بنعملش فيديوهات ولا طلعنا فيها، فوحشتوني والله. قلنا نطلع نعمل فيديو، كنا ملبوخين لفخه جامده عشان خاطر كنا بنفك السلاكه وبنزلها على الارض عشان نعمل ايه، نجهز تجهيز للطبليه من فوق، نعمل طبليه ونشي حمام تاني وراجعين لارض الملعب تاني. فاحنا ناخدكم ايه، نتفرج بركه كده، بص على السريع هنشوف ايه جبنا ايه وعملنا ايه، وخطوه خطوه مع بعض زي ما عودناكم. يلا بينا. بصوا بقى يا رجاله، احنا وقفنا الاربعه متر هنوقفهم، تمام. احنا عاملين فكرة جميلة اوي، المية بتاكل ايه، الخشب، المية بتاكل الخشب. فاحنا عملنا فكرة حلوة اوي، حطينا دي صاج، تمام، نفس الحكاية اهو، تمام، نفس الحكاية. عاملينهم مجهزينهم عشان ايه، نوقفهم ونقوم مظبطين الدنيا على طول. دي العروة اللي احنا جبناها، ودي السلالم، عشان مجهزين كل حاجة عشان ايه، نخلص الحاجة تطلع تخلص على طول بأمر الله يعني. والسلكة نسيناها على الأرض مكان السلكة القديمة، بس عملناها على السطح على طول مكان الهد بتاع السنة اللي فاتت. وشوية الحمام على الأرض، هما شوية تعايل عمالين يستحموا، الجو حار. الله، مبسوطين أوي كأنه عايش في قلب في حمام سباحة. دل الخشب القديم السوس فارمو، العروق اللي نحالي دي. احنا نظبط الدنيا ونفرجكم عليها طبلية حلوة بإذن الله. اتفرجنا على الخشب وعلى الحاجة اللي احنا جايبينها، والفكرة بتاعت بتاع العرق ده اللي واقف على البلاط، المية بتاعت التسييق، مية الشتاء، مية كل حاجة، المية ديت اللي بتاكل الخشب. فاحنا عملنا ايه، عملنا الخشب ده العروق، جبنا له حديد اللي هو الصاج وغلفناه من تحت عشان خاطر ايه، يبقى الصاج ما فيش فيه المايه، ما تجيش شمت ايه العروق خالص، المايه ما تجيش شمت العروق، لان المايه لما بتيجي في العروق بتسوس، واحنا مش عايزينها تسوس. احنا خلينا المايه كل السطح معروف، اي سطح متبلط المايه عليه على طول، مية الشتاء، مية الغسيل، مية أي حاجة. فالمية ديت بتاكل في الخشب، فهو ربنا ألهمنا وجت فكرة جت في دماغي، وهنعملها برضو. وأنا عامل لها حتة رخامة دايما يدور، يعني رخامة 10 سنتي دايما يدور برضو حوالين إيه العرق من تحت. فالعرق ده لما نعمل له رخامة، تمام، الرخامه تحش برضو الميه، يعني الرخامه تحش الميه. واحنا امننا نفسنا من ايه، من الميه بتاعت الشتاء، من ميه التسييق السطح، من كل حاجه. فهي ديت خطوه خطوه مع بعض، تمام، نعمل كل حاجه نيجي نعملها نتفرج عليها، والله المستعان. وحشنا والله، وانتظروا مننا جديد، كل جديد بامر الله، فيديوهات جديده على طول، وهنش وهتبقى الدنيا مية مية، وهنتفرج على النش، وربنا يعيننا بقى. والله العظيم ما كنا فاضيين للنش ولا الكلام من ده، بس هو الحكم بقى زي ما بيقول، الحكم الاوعى الضعيف. وانتظرونا فيديوهات جديدة، وفيديوهات هتتبسطوا منها قوي، وبالذات النشيشة اللي بينشوا حمام، هنتفرجوا على الابداعات. يعني بقى لنا قعدنا كتير ما ننشش حمام، فاحنا راجعين النشي تاني. فالنشي دوت متعة، فاتفرج
ونتكيف والدنيا تبقى حلوه. والله المستعان، وانتظرونا فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.